مجمع استشفائي جديد لمجموعة أكدي تال يرى النور في مدينة طنجة على مساحة إجمالية تبلغ 22,000 متر مربع. يتكون من المستشفى الخاص لطنجة والمركز الدولي لعلاج الأورام البوغاز لطنجة. يعتبر المستشفى الخاص لطنجة مؤسسة صحية متعددة التخصصات، تقدم خدمات علاجية في عدة تخصصات طبية وجراحية، وتتوفر على تجهيزات ذات مستوى عالي من الجيل الجديد من أجل علاج جميع أنواع الأمراض. تبلغ طاقتها الاستيعابية 270 سريراً. تم تصميم المستشفى الخاص لطنجة وفقاً لأدق المعايير الدولية فيما يتعلق بالنظافة الصحية بالمستشفيات وتحسين مسار المريض الاستشفائي، ويضم 10 غرف عمليات جد حديثة مجهزة بأحدث المعدات، بما في ذلك قاعتين للتنظير الداخلي وثلاث وحدات تقنية للولادة وغرفة الاستيقاظ تضم 14 سريراً. يتوفر المستشفى الخاص لطنجة أيضاً على قطب كبير للإنعاش مع 15 مقصورة الإنعاش العام، بما في ذلك 4 مقصورات مخصصة لإنعاش القلب والشرايين و14 مقصورة لإنعاش حديثي الولادة. يحتوي المجمع الاستشفائي أيضاً على قطب لأمراض القلب يضم منصات تقنية حديثة تستخدم لعلاج أمراض القلب والشرايين والأعصاب، وقد تم تجهيزه بقاعتين للقسطرة وقاعة لاختبار الإجهاد ووحدة للعناية المركزة تضم 49 سريراً. يوفر المستشفى لمرضى 6 غرف للفحص العام والخاص إلى جانب مستشفى نهاري يتكون من 30 سريراً. تولي مجموعة أكدي تال اهتماماً كبيراً للإقامة الطبية لمرضاها، حيث توفر خدمات إقامة شاملة تتكون من غرف وأجنحة راقية ومريحة لإقامة طبية في أفضل الظروف. من مستجدات مستشفى طنجة الخاص هناك مركز الطب الرياضي وإعادة التأهيل من أجل رعاية كاملة للرياضيين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المهارات الحركية والتأهيل الوظيفي والرياضي. يتضمن المستشفى أيضاً مختبراً للتحاليل الطبية، يتوفر على معدات وآليات حديثة لإجراء جميع التحاليل البيولوجية التي يطلبها أطباء المستشفى، كما يشتمل على مركز كامل للأشعة يحتوي على التصوير بالرنين المغناطيسي، المسح الضوئي، الأشعة السينية القياسية، مسح بانوراما للأسنان، والتصوير الشعاعي للثدي، وذلك من أجل تحسين مسار المريض وتسريع عمليات التشخيص والرعاية الكاملة. يوفر المستشفى خدمة قسم الطوارئ الذي يستقبل المرضى في حالة حرجة 24 ساعة على 24 و7 أيام في الأسبوع مع التواجد المستمر لأطباء الإنعاش والطوارئ. يعتبر المركز الدولي لعلاج الأورام البوغاز لطنجة وحدة من الجيل الجديد، حيث يتوفر على أول وحدة زرع نخاع عظمي وأول قسم للطب النووي في جهة الشمال بأكملها. يتخصص المركز في تشخيص وعلاج أمراض السرطان ويضم 18 كرسيا للعلاج الكيميائي و14 سريرا للاستشفاء وغرفتين محصنتين للعلاج الإشعاعي مع مسرع خطي حديث لضمان جودة وسلامة العلاج. تتوفر المؤسسة أيضاً على قسم أمراض الدم يضم 9 أسرة ووحدة زرع النخاع العظمي، وهي الأولى في شمال المملكة. تضم هذه البنية التحتية الحديثة أيضاً قسماً للطب النووي الأول من نوعه في المنطقة الشمالية، وهو مجهز بقسم الفحص الإشعاعي ومعدات التصوير التشخيصي كمعدات التصوير لأشعة جاما. أما فيما يتعلق بإدارة البيانات الطبية للمرضى، فإن المستشفى حرص على اتباع نظام معلوماتي ورقمي مركزي مع الوصول الفوري والآمن للمعلومات، بالإضافة إلى مشاركته بين جميع الأطقم الطبية والمساعدين الطبيين في المستشفى. وتدخل هذه المؤسسة الجديدة في إطار الاستراتيجية المتبعة من طرف مجموعة أكدي تال حتى تضمن للمرضى خدمات ورعاية القرب مع احترام أفضل المعايير. أكدي تال، عناية وعلاج.